بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبدي بالليكتشر 2 من السلسلة من محاضرات Introduction of Anatomy. هنا راح نبدي اليوم بالليكتشر 2 كما وضحنا. الفيديو تنزل صندوق الوصف. هنا راح نجي البادي سكشن البلانز. هنا البادي سكشن هنا عندنا تيرمز مصطلحات راح نتعلمها، هاي جدا مفيدة بالتشريح. زين، مثلا اول مصطلح The Median Plane اللي هو Sagittal Plane، بين قوسين هذا الاسم الثاني. هنا The Median Plane، شنو معنى Median Plane هالمصطلح؟ It is vertical plane passes through the midlines of the body on the front and the back surface divides the body into two symmetrical right and left halves. هذا شنو؟ شنو معنى هذا الحكي؟ الملخص، هذا الميد بلين جسم راح ينقسمه بالنص، هسه راح اوضح لكم بالصور. اما الباراميديان بلين، باراميديان بلين شنو هذا؟ هذا it is vertical plane parallel to the sagittal plane divides the body into right and left parts. هنا راح يقسم لنا الجسم بشكل موازي للساجيتال بلين، شكل موازي الى جزء ايمن وجزء ايسر. الكرونال بلين هو اللي هو نفس البرونتال بلين. هنا a vertical plane at right angle to the sagittal plane it divides the body into front part and back part. راح يقسم لنا الجسم هم الى الجسم الى امامي وخلفي. The two parts are not equal and not symmetrical. يقول هذا الاجزاء راح يقسمهن ليست متساويتين ولا متشابهتين. هسه هاي كمصطلحات، هسه بين لكم شلون بالصور. horizontal planes هذا شنو؟ هذا راح يقسم horizontal plane is also called transverse plane. هذا horizontal او يسمونه transverse plane. It is a right angles to both sagittal and coronal. It divides the body into two parts not equal and not symmetrical. نفس الكرونال planes هم ليس متساوي ليس متشابهة. الأوبليك بلين هنا divides the body into upper and lower parts، هاي يقسمنا جسم الأجهزة علو وجزء سفلي. هنا راح نوضح بالتفصيل ذني التيرمس المصطلحات. أول واحد أخذنا إحنا هو الميديان ساجيتال بلين. هذا هو الميديان ساجيتال بلين، هذا الخط اللي هو قاسم الجسم بالنص، شوفه قاسم الجسم بالنص. ثاني خيار أخذناه، هذا اخذنا هسه خلص الميديان بلين، هذا واضح اللي هو الباراميديان اللي قلنا بارلل اللي هو موازن. هذا الموازات شلون اعرف؟ مثلا هذا شارع، اكو شارع موازي له اللي هو يصير هنا، او هذا شارع يصير هنا موازي له. هاي الموازات يعني هاي البارلل هاي الميديان راح يصير باراميديان بلين هنا. هذا شوف هنا يوازي، يعني يقسم لنا جسم من الكتف او من هاي الجهه من الكتف، يعني مو من النص، لا نص نص بالنص، هيك شفته نص بالنص يقسم لنا الجسم. هذا الباراميديان بلين. الثالث اللي اخذناه الكرونال بلين. الكرونال بلين اللي هو فرونتال بلين، هذا الكرونال بلين مثل ما تشوفون، هذا الكرونال بلين. زين، هذا شنو قلنا؟ احنا يقسم لنا الجسم الى جزء امامي وخلفي، امامي وخلفي. هذا الكرونال يقسم لنا الجسم الى جزء فرونت بارت اند باك بارت، واثنين شيء ليس والمن يريد يقسم، يعني مو شرط متساوي او مشابه، لا يعني شوف هسه هذا قاسم لنا الجسم الى نصفين خلفي وامامي. هذا كرونال اللي هو فرونتال بلين. بعد الترانسفيرس اللي هو الهوريزونتال بلين، هذا يقسم لنا الجسم، ذاك الفرونت يقسم لنا بالطول، هنا يقسم لنا بالعرض مثل ما شوفه. شوف شلون قاسم الجسم، هذا قاسم، هذا اليد قاسمها بالعرض، هذا يعني يقسم الجسم بالعرض مثل ما نشوف. هذا بلوك بلين مثل ما قلنا يقسم لنا عمود، هذا هيك مائل، هذا شوفه يقسم لنا مائل، يعني شلون الخط يصير هيك، القطع يصير هيك، او يقسم الرجل او من هاي الجهه هيك، يعني يقسم لنا بشكل مائل. أوبليك بلين. هسه راح نجي للمصطلحات الاكثر اهميه اللي هي الميديال واللاترال بروكسيمال ديستال. هسه راح ناخذهن بقيه المصطلحات. هسه راح نجي للميديال واللاترال. شنو يعني الميديال شنو يعني اللاترال؟ الميديال يقول توارد اور ذا ميد لاين اوف ذا بودي
on the inner side of. هنا قال إنه يقول الميديال شنو هي؟ خط الوسط، القريب من خط الوسط. نعطينا مثال عليها، يقول the heart is medial to the arm، يقول القلب هو medial المن للارم. اوكي هسه راح اوضحكم اياها. اللاترال يقول away from the midline of the body on the outside of، يقول هنا اللاترال يقول بعيد عن خط الوسط، بعيد عن خط الوسط. ونعطينا مثال يقول الارم هو lateral chest. هاي شلون نفهمها هسه؟ نجي نفهمها هنا. مثلا هسه راح نضرب مثال، هذا هنا خط الوسط وهذا خط الوسط، هنقسمه بالنص. هذا خط الوسط، يقول شكو شيء قريب من خط الوسط هو ميديال، يعني الميديال شنو؟ داخل الجسم. هذا هسه الصدر، هذا الصدر شنو؟ هنا نفترض مو هنا القلب موجود، اي هنا شكو شيء قريب من خط الوسط هسه شو اسمه؟ اسمه الميديال. وشكو شيء بعيد من خط الوسط شنو؟ اسمه اللاترال. اوكي هسه نجي للميديال، شنو القريب؟ شنو قريب من خط الوسط؟ مثلا هنا القلب، هنا مش القلب شنو؟ هذا قريب من خط الوسط، اذا هذا ميديال للجسم. اليد هسه، هذه اليد، هذه اليد بعيدة عن خط الوسط لو لا؟ بعيدة، يعني هذا لاترال للجسم. اوكي هسه عرفنا الميديال واللاترال شنو؟ الميديال قريب من الجسم من خط الوسط، واللاترال بعيد عن خط الوسط. اما اذا نجي البروكسيمال والديستال، البروكسيمال شنو هي؟ يعني معناتها قريب، معناتها القريب، والديستال معناتها البعيد. هسه اذا نجي نضرب لكم مثال، هذا هسه الجسم مثل هذا الهيومرس، الهيومرس هذا بعيد عن الكتف، هذا من هسه نهايته بعيد عن الكتف، هذا قريب من الكتف يعني قريب من الجسم. هذا اللي يصير شنو؟ البروكسيمال. هذا يصير البروكسيمال، وهذا شو يصير؟ يصير الديستال مالته. اوكي يعني هسه القريب من الجسم هو بروكسيمال يعني قريب، والبعيد عن الجسم هو ديستال. هسه مثلا على القدم، هذا القدم هنا هذا راح يكون بروكسيمال للجسم مالته، وهذا يكون ديستال للجسم. هي العظمه راح ناخذها فيما بعد، الفيمر، هذا بروكسيمال مالت الفيمر، هذا ديستال مالت الفيمر. يعني شكو شيء قريب للجسم بروكسيمال، بعيد عن الجسم شنو؟ ديستال. هسه اخذنا الميديال واللاترال بروكسيمال والديستال. نجي الى السوبيريور اللي هي نفسها كرانيال والانفيريور. السوبيريور شنو معناته؟ السوبيريور هي معناته علوي، الجزء العلوي. هسه مثلا الانسان الجزء العلوي مالته شنو؟ الراس، هذا يكون سوبيريور للجسم. الانفيريور هو الجزء السفلي اللي هو شنو؟ الفيت، الفيت القدم، القدم هو الجزء السفلي للانسان. اذا عرفنا الانفيريور جزء العلوي، والعفو السوبيريور جزء العلوي، والانفيريور جزء السفلي. هنا الانتيرير معناته هم نفس الفنترال والبوستيرير دورسال. شنو هاي معناته الانتيرير بوستيرير؟ الانتيرير الامامي، الجزء الامامي، والبوستيرير الجزء الخلفي. خلينا نوضح لكم اياها هنا. هذا الراس، هسه هذا الراس هسه انت تتفاوى على شنو؟ هذا جزء الانتيرير، البوستيرير الجزء الخلفي. هذا البوستيرير مال الرأس، وهذا الانتيرير مال الرأس، يعني الانتيرير امامي والبوستيرير خلفي. اذا نجي بعد السوبرفيشال اللي هي نفسها اكسترنال والديب انترنال. شنو معنات السوبرفيشال والديب؟ هسه راح اوضحكم اياها. هنا مثلا هسه مثلا هنا هذا السوبرفيشال هو السطحي، الجزء اللي تشوفه سطحي، هسه الجلد احنا نشوفه لو لا، هذا اسمه سوبرفيشال الجلد. اذا راح اخفي الجلد جوا شني؟ راح جوا اشوف قفص صدري، هذا الديب معناته، يعني الديب معناته الجزء العميق، والسوبرفيشال معناته الجزء اللي تشوفه. ها سوبرفيشال يعني سطحي تشوفه بعينك، اما الديب الا يعني توخر الجلد يلا شوف، يعني الجزء العميق مثل جوا قلب الرئتين جوا، هذا الديب للجسم. لبس اللترال كونتر اللترال، هذا اني واضحات. لبس اللترال هذا شنو؟ on the same side، يعني على نفس الاتجاه،
على نفس الاتجاه، ايدك اليسرى ورجلك اليسرى ذن على نفس الاتجاه، شي يسمونهن ابسيلاترال. اما اذا ايدك اليمنى ورجلك اليسرى ذن مختلفات الاتجاه، شي يسمونها كونترال لاترال. كونترال لاترال اوكي، الابسيلاترال والكونترال لاترال. هسه هنا خلصنا الترمز اوف بوزيشن، المصطلحات خلصنا.